بالي انه بيتكوبيت هذا وراه جاي في السمانه الجايه او جاي يدخل باش يبدا العمل تاعو. نعطيك معلومه، راح يتنقل شخصيا الى الانديه، الى الانديه ال16 للرابطه المحترفه الاولى، وراح يتنقل خلال تدريبات الانديه. راح كما باللغه الفايت امبليكي في المنظومه الكرويه الجزائريه، عكس السابق، ما نقولوش عكس المدرب الوطني السابق جاب الماضي، ولا عكس المدربين اللي سبقوا، راح يكون مامبليكي ديريكتومو في المنظومه الكرويه، راح يتنقل الى الانديه خلال الحصص التدريبيه، وراح يعطي تعليمات، كي نقولوا احنا تعليمات بين قوسين، راح يكون عنده عمل تشاوري مع كل الطواقم الفنيه للانديه ال16 للرابطه المحترفه الاولى، وهذا امر ايجابي بالنسبه للكره الجزائريه. اكيد امر ايجابي رضا عباس، لكن السؤال الذي يبقى مطروح هو هل ستنجح هذه الطريقه؟ نعطيك مثال، مثلا تتذكر بانه كريستيان غوركيف لما جاء للمنتخب الوطني طلب انذاك من محمد روروا ان تكون هناك يعني لقاءات دورية مع المدربين. جاء بعض المدربين في المرة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك أصبح المدربين المحليين لا يأتون إلى اجتماعات كريستيان غوركيف. شوف أنا بالنسبة لي، وإبراهيم راح يشاطرني الرأي، مهمة نجاح المنتخب الوطني تبدأ بيا، تبدأ بإبراهيم، تبدأ بعبد النور، لازم يكونوا كاع أمبليكي في هذا الخطوة باش المنتخب تاعنا ينجح. دوك تقول لي بيتكوفيتش ينجح ولا ما ينجحش، التوفيق من عند الله عز وجل، والغيب لا يعلمه الا الله. لكن الاكيد انه الاتحاد الجزائري لكره القدم راح يوفر كل الامكانيات كما وفرها لسابقه من اجل انجاح عمل بيتكوفيتش، بدءا بالتاهل ولا ضمان ورقه التاهل الى مونديال كاس مونديال 2026. دونك تقول لي انت الانديه اسكو يفون اديري ولا يفون با اديري، هذا يتوقف على مدى وضع مصلحه الوطن على حساب المصلحة الشخصية. اليوم بيتكوفيتش هو جاي وقال بلي أنا ما عندي حتى فرق، شفت الندوات الشعورية تاعه وتبعتها وشفت ما بين أسطر، ما عنده حتى كما قال إبراهيم أنا شاطر، ما عندوش هذه لاليست أنوار ولا لاليست وردية ولا نفس الشيء كان مع بالماضي في البداية تاعه في 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 عندما حكم المنتخب الوطني لاشكيت في أوت 2 أوت 2018 دار كونفيرونس دو بريس قال بلي انا جو في ريديستريبي كاع الاوراق لجميع اللاعبين، وبالتالي وهذا كيما دار في هذاك في البدايه نجح، شفنا بلي نجح في 2019، شفنا بلي ترسيع النجمه الثانيه في كيما نقولوا احنا في القميص المنتخب الوطني وين جبناها من مصر، ما كانش اللي ينكرها هذه. نفس الشيء بالنسبه لبيتكوفيتش، هو يقول بلي انا مد الاوراق لكل اللاعبين المليح المليح واللي يكون عنده كيما نقولوا احنا يمد الاضافه للمنتخب الوطني مرحبا به، بما فيه اللي راهو يذوق يبان على الشاشه قائد المنتخب الوطني واللي يعد من الكوادر تاع المنتخب الوطني. اذا كان محرز على حساب، وانا شفتو له البارح في مباراه الديربي شفنا دار مباراه في القمه، اذا كان عنده كيما نقولوا احنا نفس الامكانيات في شهر جوان، انا بالنسبه لي بيتكوفيتش يعيط له محرز ولا ما يعيطلوش ما يهمنيش، هو يتخذ قرار انه يستدعي هذا اللاعب نظرا للفورما الذي يتواجد عليها محرز. سين ولا كان ماشي في فورما محرز ولا سليماني ولا بوعلام ولا ابراهيم ولا رضا، ما نعيطناش الا اذا كنا راح نمدوا الاضافه للمنتخب الوطني. اكيد ابراهيم شاوش، رايك الشخصي بخصوص رياض محرز وتواجده في التربص القادم من عدمه. البعض يميل الى نظريه الاعتماد على العناصر الشابه، البعض يقول بانه اخر قائمه او اول قائمه لبيتكوفيتش وهي اخر قائمه للمنتخب الوطني ضمت اسماء تلعب في نفس منصب رياض محرز، هي اسماء شابه. نعطيك مثال، مثلا نعطيك انيس حاج موسى، ابو عناني، كلها اسماء شابه، يعني اسماء في بدايه مشوارها مع المنتخب الوطني. البعض يميل الى نظريه انه حان الاوان لان نبني المنتخب الوطني على عناصر شابه وعلى المدى الطويل. شوف هي باش تفهم كاين بتي بروبليم كي سبوز بالنسبه للمنتخب الوطني، انه راهو يخمم سور دو بلون. الحاجه الاولى سي كو غاردي لا ديناميك تاع لي ريزولطا هادوما بور سي كاليفي لا كوب دي موند و بور بيان بريبيري لا كوب دافريك تاع المغرب. لا دوزيام لو دوزيام بلون اللي يخدم عليه سي كو تشبيب التشكيله، ما يخفاش عليك ما لازمش نديروا الغلطات اللي كنا نديروهم سابقا، انه عاد ما يعتزلوا نبداو نخزروا، يعتزلوا 4 5 لي كادر
تبقى تفرج تبقى بعد ما يحققش لو مومون تاع ايسي. علاش انا حبيت الفلو تورنو هذا؟ شفنا حاج موسى، شفنا اللاعبين وكل واحد والامكانيات تاعو، كل واحد وستيل دو جو تاعو وكلش. ولكن كاينه حاجه فيما يخص لو كات تاع محرز، تو ديبون لا بار راهي عند محرز. محرز واحد ما نحام الفريق الوطني، كان لو كان جا للدوره كان يكون قائد تاع الفريق الوطني ويلعب لقائين ويبقى محرز هو هو. لو بروبليم لا بال راهي عند محرز. محرز الى عنده لونفي باش يكون الفريق الوطني راح يكون في لي دو ماتش فيفا، ويكون في لاكوب دافريك تاع المروك، ويقدر يكون في لاكوب دو موند الى رحنا ان شاء الله تاع 2026، باسكو لاش تاعو يسمح له باش يلحق لاكوب دي موند. بصح ابراهيم ماشي نون في بارك. ايه معليش ولورون خلينا لورون على بالي. انا معاك انا جايك انا جاي نون في علاه. دونك نقول لك على نون في، حنا كنا نشوفوا محرز كي كان يلعب مديكوتي تعطيلو يرجع صافي دير لون في. علاش قلت لك كي تكون عندك لون في دير تي طونت. لو بروبليم تاع محرز سي كو لي ديرني لي 4 ولا 5 ديرني ماتش اللي شفناهم خلاص محرز شغل اي لي لا مي لي ابسون. حنا ماناش حابين واحد يجي جوست باش يجي، رانا حابين يجي باش يمد لو بلوس. علاش؟ انا مادابيا يكون عندي محرز ويكون عندي رومبلاسون تاع محرز. حاج موسى محرز 65 مينوت 70 ارواح، ندخل واحد 22 اون فريز يدي طرطق البراكه. هذا هو الفوتبول. ومن بعد انت واش بحاج موسى راك تبريباري لا روليف بالنسبه لمحرز انسي سويت في دوتر بوست. اليوم انا قلت لك اون ا بيزوان دو ليكسبيريونس دو سيرتان جوار بور غيدي ليكيب، صح، مي ا كونديسيون كو روندمون تاعهم يكون صافي دير يكونوا دي لوكوموتيف يمشيو ليك يجريو ليكيب ناسيونال للقدام. الا تجيب باش تجي وتبلوكي واحد اخر في عمره 22 زون ما راه خاسرين. اكيد. سؤال اخير فيما يخص موضوع بيتكوفيتش ورياض محرز، بكل صراحه رضا عباس، الا ترى بانه قرار رياض محرز المؤقت بالغياب عن المنتخب الوطني في تربص مارس له علاقه مثل ما تقول بعض المصادر هنا وهناك برحيل او باقاله الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، بحكم انه الكل يعلم بانه العلاقه بين بلماضي ورياض محرز كانت علاقه وطيده، كانت علاقه اخويه اكثر من انها علاقه بين مدرب ولاعب. شوف ننطلقوا باللي اذا انطلقنا من منطلق انه المنتخب الوطني خط احمر، مش الناخب الوطني، المنتخب الوطني، كل هذه الاقاويل راح تذوب. لكن اذا انطلقنا من تقديس الاشخاص ونديروا الاشخاص هذو فوق المنتخب الوطني، هنا تولي هذه الكلمات وتولي واش راك تهضر عندك الحق. انا ما اعتقدش انه محرز كما نقولوا احنا تضامنا مع المدرب السابق جمال بلماضي، نفتح قوس برك على جمال بلماضي، بس ماشي انا رضا عباس عبد النور ولا ابراهيم ولا ينكر ما قدمه المدرب الوطني، ماشي مدرب الوطني جمال بلماضي حقق نتائج فاقت كل التوقعات اللي هي وفي مقدمتها احنا جبنا كأس أمم إفريقيا وين في مصر اللي جامي صرات. لكن جمال بلماضي بعد 2019 شفنا باللي المستوى تاع المنتخب الوطني تقهقر، شفنا انه ضيعنا العديد الاهداف، حان وقت التغيير، دير نقطه نغلق القوس. اليوم دوكا محرز اذا كان في راسه تضامن مع بلماضي ما جاش، انا بالنسبه لي لا اعتقد ذلك، وهذه اسمها مغالطات. ما تنساش باللي محرز في المباريات الاخرى، نروحوا لاكوب دافريك الاخرى، شفنا باللي 70% يعني حنيت شويه حتى لا اقول 99% كانوا الناس قاع يطالبوا بابقاء محرز على دوكه الاحتياط. ولاني غلط كانوا قاع يقولوا اسمع لازم يريح 99 هذه ما حبيتش نقول لك 99. انتقادات اللي طالت رياض محرز ربما تاثر منها، ولو انه في المستوى العالي، انا ما لعبش في المستوى العالي وابراهيم لعب في المستوى العالي، امر عادي لاعب يتعرض الى انتقادات من قبل الصحافه ولا الجمهور ولا عادي. واسمه محرز كونتر نيجيريا ما والو، بصح ماركا بيت الناس قاعد تشاهد ولا لا نفس الشيء، باسكو سا باسكول في الفوتبول، راك رابح ما تولي خاسر، راك انت هو الشامبيون دي مون وبعد تولي تخرج في البريمي تور. دونك محرز هذوك الانتقادات شاف روحه باللي لو كان يجي بالك ما يقدرش يعطي الاضافه، بالك ما راهوش مستعد ذهنيا انه يعاود، ولا مازال ما نساش، نقولوا مازال ما نساش الانتقادات اللي تعرض ليهم، حب طلب مهله من الوقت. ولو انه نعاود نولوا المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، نعاود نولي واش قال ابراهيم، محرز يبقى من بين كوادر المنتخب الوطني في شهر جوان ان شاء الله
اذا كان في الفورما تاعو واذا كان قادر انه يمد للمنتخب الوطني ماشي هو اللي يعيط ولا هكذا. بيتكوفيتش المدرب الوطني هو اللي يستدعي محرز للمجيء الى المنتخب الوطني. وانت ما شوفوا اذا كان اللاعب اذا كان في الفورما اذا كان لاعب قبل مرحبا به، اذا ما قبلش المنتخب الوطني يبقى بمحرز ولا محرز بالماضي ولا بالماضي. قطره ويمشي المنتخب الوطني عنده تحديات قادمه.